حبيبتي اذا ما عجبك الخاتم بنبدله. لا عم بمزح بمزح، بس يعني قصدي انه انت ما بلعتي للخاتم لحتى يصير فيكي هيك. بس انت هزيت فيي هز الدنيا، بعدين صرت تكبس لي على باب معدتي. اولا انا عملت الاسعافات الاوليه اللازمه بهيك حاله. ثانيا انا ما حطيت ايدي على سمعتك، حطيت ايدي. بعرف وين حطيت ايدك، بعرف. اي ما تحطها هلا لحسن ما ارجع استفرغ. بعدين حبيبتي يعني انت شايتي كثير مفتوحه على الاكل، عن جد يخزي العين عم تاكلي عن ثلاث اربع اشخاص. قصدي يعني لو كان معدتك فيها شيء اكيد ما اكلتي كل هذا الاكل، هيك قصدي. بعدين حبيبتي بشرفك يعني انت تضربي عصفورين بحجر، اول عصفور انه انا بتخلص من شكوكي، وتاني عصفور انت بتتخلصي من كل نقي. طلال انت حبيبي ما رح تستسلم، ما هيك؟ طب انا قررت استسلم ورح اعمل التيست. يس طلال، مش اليوم بكره؟ لولو طب يعني دق الحديد وحامي حبيبي. طيب ما قاعدين مرتاحين يعني لشو القومة هلا؟ بكره وعد؟ وعد حبيبي وعد. يا ربي ايمتى بدي يجي بكره؟